Nào. تعرف اللي انت عليه ده ايه؟ عارف الجهاز اللي انت قاعد عليه ده ايه؟ ايه ده؟ ماذا عليه؟ ده جهاز كشف الكذب. بيعمل ايه بقى؟ يعني قصدك يعني اما اتكلم حاجة غلط هيعمل الزر الأحمر؟ اه، الزر الاحمر. يعني يكتشفني اني انا بعمل نفسي اني انا اني انا ناصح وفاهم وبتكذب، بس هو عارف انك بتكذب وهيقول لي. جاهز؟ جاهز. شرب. اسمك ايه؟ اسمي ادم. برافو. اسمه اللي كان اسمي ادم. عندك كام سنة؟ 6 سنين. انت بتحب المدرسة؟ الحقيقة عشان واضح ان التنهيدة دي وراها حاجات كتير. انا احتار. لا قول. فكر بس. طب فكر بس، قول لي. طب ليه محتار؟ فكر معايا بصوت عالي، يمكن نوصل للحق. انا محتار. ليه ليه؟ فكري غلط. انت كنت، طب انت لسه جاوبت. تحب المدرسة؟ بحب المدرسة. احترت. تحب المدرسة؟ لا. تعرفي بسمعك بس. كيف؟ تعرف. بتحب المدرسين بتوعك؟ يا رب. دي بقى اقول لا اقول دي لا، دي معروفة. يا بحب المدرسين يا ما بحبهمش. ما تخبطش عليها عشان دي غالية جدا. انا جايبها من بره ب 700 يورو. قول. يا رب بس. يا رب يا رب. تحب المدرسين؟ او لا. ايه ده؟ طلع طلع. يعني ما بتحبهمش؟ عشان اتقدمت السنتر. سنتر ايه؟ انا عارف. علي مش عارف وكذا وكذا. ليك صحاب؟ ليا مروان بس؟ صح. مروان بس. طب ومحمد؟ محمد لا ما عنديش. ما عندكش حد اسمه محمد؟ ايه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. ما عنديش. في الفصل في حد اسمه محمد طيب؟ محمد انا عارف. انا سمعت صاحبك اللي معاك في الفصل اسمه محمد. ما فيش حد اسمه محمد صاحب معايا. ما تلعبش في السلوك عشان ما تبص كده. انا مش عارف انه في واحد اسمه محمد ولا لا، ولا في واحد ما فيش. انا سمعت اصلا. شكلي شفتي. شوف، في ولد ما بتحبوش في الفصل؟ مروان ده اللي انت قلت ان هو صاحبك. بس هو بيزيق. ده عمل صح. ده عمل صح. ايوه ماشي. انا بسألك انا بقى عشان انا اعرف. بس هو كان صاحبي. بقى بيزعقني. بقى بيزعقلك؟ فجأة قلب عليك؟ ليه بقى؟ اهو طلع صح. ليه بقى؟ انا عارف. لا اكيد عارف. كان بيضربني ومش عارف. لا لا بقى، انا قلت لك لا ما تكلمش. بس خليه بس ينطفى. خليه بس ما يتكلمش. هو قلب عليك ليه مروان؟ انا عارف. لا انت عارف بقى. عشان هو بصي عمال يحط كتابه عليا. بس هو عمال يقول لي ابعد. ممكن طبق كتابك. انا عمال اطبق. اهو كنت ناسي بقى. طيب انا اتذكرت. في بنت بتحبها في الفصل؟ معجب بيها؟ الحقيقة في صح؟ استنى. طيب ها. جيب لك حاجة تشربها؟ ماشي. ماشي؟ أنا عاوز أرتاح شوية بس. لا مفيش راحة، كمل. أختار. يعني في يعني يمس. شكلها إيه بقى البنت اللي أنت معجب بيها؟ لونها أبيض. لونها أبيض؟ الحمد لله طلع صح. شعرها لونه؟ شعرها آه. شكلها أسود. الحمد لله. دي شبهي؟ لا. إيه ده؟ اسمعك. شبهي؟ أقربه. يا لهوي. إيه أحلى حاجة شايفها فيا؟ شكلك. إيه بحب كل الناس. نظارتك. إيه أحلى حاجة
شايفها فيا. صارت انا دي الحمد لله شايفني تخينة ولا رفيعة؟ تخينة. انت حلوة انت حلوة خلاص انت حلوة خلاص انت حلوة جميلة جدا خلاص خلاص سامحيني خلاص بس تخينة. عامل ايه؟ كويس. انت بتكذب؟ تكذب. ساعات مش بكذب وساعات مش بكذب. يعني في الحالتين مش بتكذب. احنا هنعرف الموضوع ده من خلال الجهاز اللي انت عليه. لا بص هي ساعات ساعات بقى مش بكذب وساعات بكذب بس كده. يبقى انت ايه؟ ساعات بتكذب وساعات مش بتكذب. صح؟ احنا بقى عايزينك النهارده ما تكذبش خالص. اوكي؟ اوكي. انت جاهز؟ اسمك ايه؟ ياسين. عندك كام سنة؟ 5. عندك اخوات؟ عددهم قد ايه؟ معرفش. واحد ولا اكتر؟ اكتر. انت مرتاح ولا قلقان؟ مرتاح. بتحب المدرسة؟ بتحب المدرسين؟ كلهم؟ كلهم بحبهم والله. ولا حد نص نص؟ لا بحبهم كلهم. طب بتحب أصحابك في الفصل؟ كلهم؟ كلهم. يوف بايظ شوية. لا مش بايظ ده ما بيبص أبدا. بتحبهم كلهم؟ بتحب حمزة؟ ويوسف؟ يوسف ده غلس قوي شوية يعني مش بحبه. شفت بقى؟ ايوه عشان انت قلت الحقيقة. امال انت ليه من شوية قلت لي بحبهم كلهم مع انك ما بتحبش يوسف؟ يبقى تقول الحقيقة صح؟ ماشي. في بنت معجب بيها في الفصل؟ اسمها ايه؟ أرفا. ايه؟ أرفا. أوروفوار؟ أوفر أرفا. أوف أوف. أرفا. كفتة؟ أرفا. اللي هي ألفت يعني؟ لا أرفا. 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 أو لكا. لا. أمال إيه؟ قولي أو. أو. ف. في. ف. تي. فور أرفا. فوروفوار. يعني اسمها ايه ده انت بتقولي هيف؟ لا انت قلت هيف. لا بقول وف. اهو وف في الاخر. قلت؟ طب مش عيب؟ عيب طبعا. طب ما تعملش كده تاني. اوكي. عامل جديد. ايوه عشان انت شاطر وقلت اوكي. اما بتشوف ألفت بتفتكر ايه؟ بفتكر الفيل. هي شبهي؟ أمال ليه بتفتكر الفيلم؟ شوف ألفت. عشان بشوف الإليفنت في الـ في الـ في الـ في الكرتونات. أنت بتحب الإليفنت؟ إيه أكتر حاجة بتحبها في شكل ألفت؟ الإليفنت. هي وشها إليفنت؟ لأ يعني أنت بتحب عينيها ولا مناخيرها ولا شعرها؟ ملهاش شعر على فكرة. إيه ده قرعة؟ ما عندهاش شعر، عندها مناخير وبق وزنوم ورجلين وديل بس. ادي الفيلة. الفيلة اسمها ايه؟ ألفنت. اسمها انت مسميها ألفنت؟
لا نسميها إليفنت. والنبي يا ابني انت لخبطتني يا ابني انت. طب انت بتحب تعوم؟ اه. تحب تعوم في البسين ولا في البحر اكتر؟ في البسين والبحر الاثنين. اه. طيب بتعمل بيبي في البسين اكتر ولا في البحر؟ مش بعمل طبعا، بيبي شوية واكتر بالظبط يعني في البحر. اه. ليه بتعمل بيبي في البحر؟ ما يبقاش في تويلت. انت بتحب ايه في شكلك؟ شكلي ده هو. بتحب عينيك ولا مناخيرك ولا بقك؟ كل الحاجات؟ اه. طب انت شايف ان انت شكلك حلو ولا شكلك وحش؟ شكلي حلو. وانا شكلي ايه؟ شكلك حلو. لا شكلي حلو والله. بجد؟ اه. هو انا الجنين، يبقى انا بحبك. انا بحبك اوي. لا يا ناس. انت شايفني؟ اه. تخينة ولا رفيعة؟ تخينة. لا رفيعة. رفيعة والله. شكرا قوي يا حبيبي، وانت كسبت معانا. ويلا بقى فك الحاجات دي وروح ياسين، واشوفك في المرحلة اللي جاية. اوكي. اوكي. اه عشان كله كهربا سيبه هنا على الترابيزة. اوكي. حبيبي. اوف. تقيل قوي. معلش الحمد لله بس كسبك. اه صح. اه.